السلام عليكم حبوباتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في افضل الاحوال يا رب. البنات، في بدايه الفيديو نطلب منكم تصليوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ونبداو في هذا الفيديو اليوم. البنات، كما عودتكم كل مره نجيب لكم دي موديل جدد، مره نجيب لكم لي سواغي، مره نجيب لكم الطرز، مره نجيب لكم تاع الحجابات وتاع الخرجه، مره نجيب لكم القنادر تاع الدار. اليوم حبيت نشارك معكم هذا لي موديل، يعني اللي راهم كامل موديلات جداد وكامل توندونس، ويعني متنوعين. ما حبيتش نحط نوعيه واحده من القنادر، ما حبيتش نحط يعني غير القنادر تاع الدار ولا غير القنادر تاع العرضات ولا تاع لي سواغي. انا راني خلطت لكم يعني شويه لي موديل، باه كل واحده فيكم تلقى ظله تاعها ان شاء الله، وتلقى الموديل اللي يساعدها على حسب العرضة تاعها، ولا يعني كيفاش حبت هي تلبسو. يعني اللي تحوس على موديل تاع الدار تلقى، واللي تحوس على موديل تاع طريق تلقى، يعني عندها عرضة ولا عندها سواغي ولا ما على باليش. ليسونسيال كل واحدة ان شاء الله تلقى الذوق تاعها هنا في الفيديو هذا. يعني قنادر تاع قطيفة، كاين دي موديل راهم يخرجوا حتى في لي سواغي، تقدروا تطبقوهم حتى في الساتان وفي قماشات خلاف. انا كي نقول قطيفة البنات مش اوبليجي قطيفة كيما هذه تاع الطرز ولا تاع القالون، ولا تقدروا تطبقوهم يعني في قماشات خلاف. بار اكزومبل عندك قماش تاع سواغي حبيتي تخيطي يعني فيه موديل سامبل كيما هكا، تقدري يعني ديري هذا الموديل في قماش خلاف، مش اوبليجي ديريه في القطيفة. المهم حباباتي زينات، انا نخليكم مع هذا لي موديل، نخليكم تشوفوا لي موديل هذوما، وفي الاخر تاع لا فيديو راني نرجع لكم ان شاء الله. Thank you.
الشابات، ان شاء الله يكونوا عجبوكم هاد لي موديل اللي حطيت لكم اليوم، وان شاء الله تستفادوا منها. راني حطيت يعني بعض من الموديلات اللي خدمتهم في الورشة هنا، وحطيت لكم ثاني بعض الموديلات المنقولين، المهم باش يستفاد اكثر عدد ممكن منكم. حباباتي اذا عجبكم هذا النوع تاع لي فيديو خليوا لي في التعليقات باش نزيد نقدم لكم يعني المزيد من هذا النوع. واذا البنات اذا عجبكم المحتوى اللي راني نقدم فيه حباباتي بيان سور خليوا لي لي جيم وابوني، ولي مازلت ما ابوناتش في القناه تعمل ابوني، ولي ما دارت جيم تعمل جيم، وبارطاجيو لاشين البنات. ومرحبا بكم معايا البنات اللي لحقوا جدد للقناه اللي دخلوا جدد معانا، مرحبا بكم. وان شاء الله البنات نكون عند حسن ظنكم. كيما قلت لكم حباباتي ما تبخلوش عليا بالليجام والتعليقات تاعكم الزينه، وتبعوا معايا البنات راني حاطه دي فيديو على التفصيل وعلى الخياطه، حاطه دي فيديو على الطرز، راني يعني نعطي لكم الطرز الرباطي، راح ندير لكم دروس مفصله على الطرز الرباطي بالماكينه الصناعيه، دروس في التفصيل في الخياطه، راني حاطه يعني مشاركه معاكم حتى بعض الروتينات تاعي. نتمنى يعجبوكم بعض الوصفات، راني حاطه يعني بزاف بزاف حوايج في لاشين. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، ونتمنى ان شاء الله تفعلوا مع القناة وتابوني وتبارتاجي، وان شاء الله ونكبروها مع بعضنا ان شاء الله يا البنات. المهم حبيباتي زينات ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، وان شاء الله نتلاقوا في ساعة الخير ونتلاقوا في فيديو خلاف، وباي باي البنات، باي باي. هاي سمعي وراكي رايحة، روحي ديرينا أبوني، ديرينا جيم وديري أبوني لاشين قبل ما تخرجي يا حبيبتي، ما تبخليش عليا، ديري لي جيم وأبوني القناة، وإن شاء الله فعلي الجرس باه يلحقك جديد لفيديو اللي راني نحط فيه. باي باي حبوباتي، تبقوا على خير، إن شاء الله لا فيديو الجاي نلقاكم كامل بخير وفي صحة جيدة.